الحوت هو لقب فادي إبراهيم بمسلسل 2020 واللي بيكون خاله لقصين خولي أو صافي، وطبعاً بيكون واحد من أكبر حيتان تهريب المخدرات. عنده بنت اسمها وردة، معنى أن تحب ابن عمتها صافي، وبتجمع قصة حب قديمة مع رسمية أو كارمن لبوس، إيده اليمين لصافي بتجارة المخدرات. لهلأ الغموض عند بيلف قصته للحوت، وما منعرف السبب ليش دائماً بيقول لوردة شيلي صافي من رأسك، وما منعرف ليش رسمته للحوت بشكل دراكولا. كمان ما منعرف شو خفايا قصة حبه مع رسمية وليش انتهت، وكمان ما منعرف ليش أخته أم ديب ماتت وما بتحكي معه. بس فادي هلأ صار معنا مباشرة عبر التليفون لنجرب نعرف منه يمكن أجوبة، بعتقد ما رح يقلنا بس يعني ما رح نجرب. مساء الخير فادي ورمضان كريم. يسعد لي مساك، كل عام وانتم طيبين ورمضان كريم على كل الناس يا رب. الله يسلم. الله يخليك. مبروك اول شيء على المسلسل، حقيقه بتعرف يعني ما بده حدا يقول لك عم يحصد نجاح كثير كبير. مبروك على دورك الحوت اللي فيه اسرار كثيره ما عم بيوحي بشيء لحد الان. امتى رح تنكشف هالاسرار؟ قريبا ان شاء الله. هلا انا المشكله مش عم بيصير لي تابع، اول شيء كنت مسافر وجيت من كم يوم وعم بحضر كمان لقدام يعني للمرحلة اللي جاية. أنا ما كتير عم تابع، مش عارف وين صاروا. أوكي. أصلاً أوكي. أنا بقول لك وين صاروا. مبارحة بتكون ماتت أختك يعني مديب، أو اليوم عفواً ماتت. إن شاء الله بتسلموا. العمر لألك، وأنت كتير زعلت عرفت، بس ما حكيت ولا كلمة. لا هو يعني شخصية الحوت حدا حجمه بهذا المسلسل حجمه كبير ومن تحت لتحت أكثر، يعني مش كتير مكشوف مثل ما بعرف إذا لحد هلا ملاحظين هذا الشيء. ودوره طبعا من الأدوار من الشخصيات الرئيسية بالقصة. طبعا رح يكون له كلمته وموقفه وتصرفاته بالنسبة لكل اللي عم بيصير، اللي هو شيء طبيعي بالآخر. شيء بيصير كمان حتى بالحياة يعني. طبعا أكيد طبعا. طبعا عايز أسألك بالتفصيل كده، إيه أكتر حاجة يمكن لفاتتك في الشخصية؟ طبعا شخصية فيها تفاصيل كتيرة جدا، بس أكتر حاجة لفاتتك بالتحديد ولقبها طبعا كان الحوت. الحقيقة هو هيدا الهدوء اللي عنده إياه بمكان ما، بيخليه بيشبه البركان تقريبا. يعني بيخبي بيخبي بيخبي، بيكون عم بيغلي الأمور على نار خفيفة ليوصل لوقت ونشوفه مزبوط ليش هالقد الحوت يعني. لا حوت في غموض في غموض. بس انا يعني انا يعني اليوم شفنا بالحلقه ماتت ام ديب وهي ما يراضي عنك، رح ياثر موتها على مجريات احداث بالنسبه لك؟ ما في شك انه رح ياثر موتها على كل شيء. شوف يعني بالاخر كمان اخته، وفي خبريه رح نرجع نشوفها يعني بعد ما انتهت الخبريه هون. بقى ماشيين تابعونا متابعين. تابعونا يعني بقناعة عم بحكي انه رح توصلوا لمكان رح تنبسطوا باللي عم بيصير يعني. حلو. والمشاهد رح يكون كمان عم بيشوف شغلة جديدة. طيب فادي، شفنا كمان بنتك وردة رسمت لك انياب، بس ما فهمناش حاجة، يعني يا ترى ايه اللي ممكن يخلي بنت صغيرة ترسم باباها بالشكل ده على شكل وحش؟ يعني هي يمكن بهديك اللحظة. مش عم نحكي بكل العمل أو بهديك اللحظة، هي حسته هيك، شايفته إنه هو هالقد في شر وحش. إيه، وبعدين أزيلة مشاعرها بمكان، وحدا ما كتير بيعطي مجال لمشاعر الآخرين. بس كمان ورا شخصية الحوت يعني إذا انتبهنا هو تاجر مخدرات، بس عنده شيء رومانسي يعني. شفناك بعت لها ورد أحمر الرسمية من يومين. هذا عايشة يمكن بحن على اللحظات اللي كان حاسس على حاله فيها. هو إنسان. أوكي طيب، رح تكشفونا السر ورا علاقتكم أنت ورسمية؟ عفواً؟
بده ينكشف السر وراء العلاقه اللي بتجمعك مع رسمي. ايه اكيد 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 كل الامور رح تبين. امتى بقى يعني اليوم؟ يعني ايه لا مش انه بوعدكم، ما بعرف وين صاروا بالخبريه وما بعرف بالمونتاج اذا في اشياء تغيرت، بس انه رح تكتشفوا شغلات يعني مع كل حلقه رح نشوف شغلات جديده. احنا قاعدين مستنيين الاكتشاف. طيب فادي، نهايه الحوت هتكون متوقعه ولا هتكون مفاجاه بالنسبه لنا؟ لا يمكن بيتهيأ لي هي رح يكون فيها مفاجأة. طيب حلو. طيب طيب الحوت قديش بيشبهه لصافي، أو صافي قديش بيشبه خاله؟ يعني هو تربى صافي على إيدين خاله، لكن بمطرح معين منشوف إنه في تشابه بالتركيبة، بالشخصية، بالتصرفات، بردات الفعل. حلو. طيب نحن يعني ما بدي كمان أحكي أشياء يمكن بعد ما صارت تحرق العمل. أكيد، بس أنا بدي أقول لك كمان يعني إذا بدك تتابع المسلسل موجود على شاهد، عرفت؟ فيك تتابعه على الموبايل. وبدنا نشكرك عن جد، بدنا نشكرك إنك كنت معنا، انبسطنا بالحديث معك، وجود لك بأعمالك. الله يخليكم، تحياتي لكم وللكل ولكل المتفرجين ولكل العالم. شكرا شكرا لك.